حاجه رمضان نجيبها دلوقتي ولا نستنى شويه؟ انا هقول لكم، احنا دلوقتي اسره مكونه من 5 افراد، انا هعتبر ان رمضان ده الفرد السادس بتاعي. هعمل معاه ايه؟ هجيب كرتونه صغيره واحطها في اوضتي مثلا بعيد عن المطبخ، اي حاجه اشتريتها او استخدمتها وتفضل منها شويه هعينها في كرتونه رمضان. ليه؟ علشان محفظتي ما تتعورش في رمضان. يبقى انا جايبه حاجات ومركونه عندي. والله محتاجه كيس ملح، بدل ما اشتري كيس اشتري كيسين، استعمل واحد واحط التاني في الكرتونه وانساها. هتبص تلاقي قبل رمضان اطلعي الكرتونه فيها شويه حاجات حلوه. وعليكي بقى وعلى معرض اهل رمضان، وده هكلمك فيه في فيديو بعد كده. انا ما بقولكيش انزلي اشتري وخزني واعملي ازمه في السوق، انا بقولك هاتي بالعقل. الزياده عن حاجتك عينيها على جنب في رمضان، وما تبقاش زياده قد كده، زياده حاجه بسيطه. هقولك على شويه بقوليات تجيبيهم وتحضريهم وتحطيهم في الفريزر، زي الفول التدميس والفول المدشوش. نيجي بقى على اللحوم، اللحوم ما تجيش دلوقتي، تيجي في رمضان اسبوع باسبوع علشان ما تطولش في الفريزر. الياميش بقى ما يتجابش دلوقتي، هاتي قبل رمضان ب 15 يوم ويبقى على قدك بكميات قليله. الخضار لو في حاجه هتمشي على رمضان ومش تبقى موجوده، هاتي منها كيلو ولا 2 دلوقتي ونضفيهم ووضبيهم وحطيهم في الفريزر، زي البسله والباميه والسبانخ. العصاير البودره ما بيجرالهاش حاجه، والعصاير اللي هي برتقان واناناس وتفاح والحاجات دي. البلح جيبيه قبل رمضان ب 15 يوم وفصصيه ونضفيه وحطيه في التلاجة، ولما تعوزي هاتيه وانقعيه بألف هنا وشفا. الحلويات بقى للناس اللي شاطره في الحلويات، زي الجلاش والقطايف والكنافه، دول يتجابوا طازه احسن. قولي لي بقى، بدات تجيبي حاجه رمضان ولا لا؟ انا عن نفسي جبت ملح.